مش هيخ طياره ايش عشان مش شو مساج هو متعسفه على التلمسير الله يبارك فيك الله يبارك فيك احكي لنا على الطياره بالنسبه للتلمسير كلهم في اسم عتاف يا اخي فما ملك الشعب يرجع للشعب عندكم على الطياره بتحكوا على الطياره ولا اي طياره رئيس طياره الطياره طياره رئيس انا في 8/2011 تكونت انا ومجموعه من الشرفاء جمعية المواطنة والعدالة الانتقالية ولو أن الأخ قال له كان مش الكتاب الأسود ما كانش ثم العدالة الانتقالية نهار 8 أوت 2011 كانت عندنا جمعية اسمها جمعية المواطنة والعدالة الانتقالية ده. وكان عندنا فيها فرع الدفاع فرع جمعية المواطنة والعدالة الانتقالية فرع الدفاع عن الخطوط الجوية التونسية ممتاز هذا يكون نعمله في أحد اليوم أنا في طار فساد وليت الوزير يدخل على الخط هذا اليوم عندنا في الخطوط الجوية التونسية وهذا زاد منفذ إلى منافذ هدر المال العام اليوم عندنا في الخطوط الجوية التونسية 96 مدير منهم 22 مدير مركز لير فرانس الخطوط الجوية الفرنسية واللي هي تفوقنا أسطولا وأعدادا فيها 8 مديرين ديركتور سنترال فيها تقريبا 12 مدير معناها عادي المديرين هذوم اليوم وهذه في صفقة ومثقة بالأوراق وكل المديرين لديركتور سنترو اخذنا لهم دي باسات آخر صيحة وكان اخذها الرئيس المدير العام الثامري حمد الثامري اخذهم للمديرين آخر صيحة في الباسات الواحدة ب 110 مليون وقت اللي يجيه عون يتخسر يقول له 100,000 مش نخلص الضوء افونسير سالير يذللونه الى حد الذل المر واحكي لي على التقشف في الملعب تحكي انت على التقشف باش يتمتع الديركتور سنترال يتمتع بالفساد ولا اخر صيحه هذوما كرا برونو جدد هذه ما نعرف ميكانا سبيسيال هذوما ياخذ لانديمنيتي دو ترونسبور كيف يعني اللي جينا في الكار وياخذ لانديمنيتي دي سونس فاست التيشه اسمها انديمنيتي دو فواتير ويعطوها السياره وكي يرد حتى في التوروت ويتعدل قسما بالله يركبوني ناس اخرين والديركتور سنترال والمدير اللي عطينا من الكرام وكل ما يتنطق كربل ما يطلعنيش ما يطلعنيش نوسخوا هذا اليوم اذا كان نحكيه على الكومبريسيون دو كو نحب نقول للوزير تخشف الكومبريسيون دو كو ضغط على الاسعار وال راهو نهار عام 2000 وقت اللي المطبعه نتاعنا اللي تصنع الكارت بوليس على البوليسي اللي تلقاها انت على الكونتوارات مطيشه هذيك كنا نصنعها احنا وكانت المطبعه ورافع دخيل يسكر المطبعه ويبيعها وفيها الات من احدث ما يمكن الى حد صناعه التذكره نتاع الطائره. اليوم هاك الاوراق هذيك ولات تطبع في المطبعه المركزيه في بن عروس، هاك الاوراق اللي بعدها انا نراوها طايحه في القاع، نشروها ب 300 ودور الكعبه كاين استدعاء نتاع عرس. بالله طائره المخلوع يا سلام طائره المخلوع يا رجل شركه جلوب السويسريه شركة الخطوط التونسية أنا ما نبعد باهت كيفاش ناس تحب موجودة قالك هو ما معناه قالك عنده سنين الله موجود في الخطوط التونسية احنا سد منيع أمام هؤلاء اللي يحبوا يغطيوا الخفايا والحقائق ترى عاطينا كي عندك أنت الحجج وأنت تعترف بشوية فساد ما تحب البقية ما يتقالش في البلاتو من طرف الخبراء والمحامين ترى عاطينا الخطوط التونسية شات كرات بدون طلب عروض قل للمواطنين قال المواطنين ما يفهموش كاش ما يفهموش المواطنين توانسة ذكية أول شعب في العالم العربي في تاريخ الحديث عمل طاولة وهجز أكبر ديكتاتور المشكلة لازم نفهم أشكرات شركة جلوب السويسرية الخطوط التونسية في عهد نبيل الشتاوي محمد الشريف كرات زوز طائرات أرباص 320 منهم طيارة عامين بركة ب 14 مليار كارية وبردية كارية باش تركب فيها العباد الطيارة الثانية المصيبة الكارية متاعها 5 سنوات توفى كريتها إن شاء الله ربي يحيينا بخير 2015 الطيارة هذه وهذا موثق في جريدة الشروق بتاريخ 7/12/2011 يعني مقال بجريدة الشروق في 7/12/2011 الطيارة الثانية تم اكتراءها وتسويقها لمدة 5 سنوات قداش؟ ب 120 مليار هذا 200 مليار هباء منثورا كي نزيدوهم طائرة بن علي الأولى والثانية 400-600 مليار ما يحتاج السين مادي جمعة المجلس الوزاري وضيق ويخلص ديون التونيزات ونعاود نهيكلوا التونيزات.